بسم الله الرحمن الرحيم وبأستعين. في الواقع هناك صعوبة كبيرة للحديث بعد 5 مداخلات دسمة أو 4 مداخلات دسمة بالإضافة إلى الأرضية، ولكني سأحاول في الواقع أن أتناول هذا الموضوع باستحضار ما انتهى إليه الأستاذ محمد الأشعري. هذه الهوة التي تتعمق يوما بعد يوم بيننا وبين الغرب على مستوى القيم. في العلاقات الدولية هناك مدرسة سادت لفترة طويلة ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي التي أثرت وأطرت الكثير من الفاعلين على المستوى الدولي، هي التي تسمى اليوم في علم العلاقات الدولية المدرسة الواقعية. المدرسة الواقعية التي من أبرز روادها هانس مورغنتاو الأمريكي وريمون آرون الفرنسي، ومن أبرز الفاعلين أيضا هنري كيسينجر الثعلب الذي حول انتصار العرب في سنة 1973 إلى هزيمة سياسية، وما ربحه العرب بالسلاح خسروه بالسياسة، وهذا ما يراد اليوم أيضا. ما تحققه المقاومة يراد اليوم في الكثير من الكواليس أن يخسروه بواسطة المفاوضات وبواسطة السياسة. لكن ما أريد أن أقوله هو أن هذه المدرسة الواقعية القائمة على أساس تمجيد عنصر القوة وعنصر المصالح الاستراتيجية وعنصر موازين القوى اليوم أصبحت تتهاوى أمامنا، أمام تنامي الشعارات التي كانت ترفعها مدرسة التي جاءت على أنقاضها المدرسة الواقعية، وهي التي سميت زورا بالمدرسة المثالية. وفي الواقع هي ليست مدرسة مثالية، وإنما هي مدرسة القانون الدولي، بمعنى أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تحكمها القوانين وليس قانون القوة، أن يحكمها قوة القانون وليس قانون القوة. اليوم تثبت القوة والغطرسة والمصالح أنها محدودة، وأنها لا يمكن أن تحسم في القضايا التي تكون ذات طبيعة عادلة. ولذلك هذا الموضوع الذي نتناوله اليوم لا بد فيه أن نسترجع السردية الحقيقية لقضية فلسطين، وأن نعيد الاعتبار وأن نضع القضية في إطارها الصحيح. وإطارها الصحيح هو أن الأمر يتعلق باحتلال، احتلال أرض لشعب تواجد فيها عبر قرون من طرف عصابات مدعومة من طرف الغرب، وعد بلفور 1927 والنكبة في سنة 1948. وهذه النكبة التي ابتدأت بتدمير أزيد من 500 قرية وإبادة كل من حولها، وهذه الإبادة واقترنت أيضا بعنصر آخر لكي نكتشف بأننا أمام احتلال مختلف عن الاستعمارات التي عشناها في العالم العربي. نحن عشنا الاستعمار في المغرب، الاستعمار الفرنسي في المغرب لم يهدم المآثر التاريخية، لم يحطم شالة ولم يحطم قصبة الوداية ولم يغير اسم جامعة القرويين. الاحتلال الصهيوني دمر أزيد من 500 قرية ومدينة وغير أسماءها، وكل ما يرمز إلى تاريخ وهوية شعب قام بتدميره عن آخره. نحن أمام احتلال من نوع مختلف يؤطره الدين، تؤطره الدعم الغربي، تؤطره هذه النظرية الواقعية التي تدعي أنها بإمكانها أن تفرض كل شيء بالقوة. العنصر الثاني وهو أمامها طبيعة الاحتلال، وأشار الأستاذ الرميد إلى بعض الوقائع التاريخية مرتبطة بقرار التقسيم الظالم الذي استند إلى النظرية الواقعية، والتي تؤطر المنظرين في أو تؤطر الفاعلين في الحياة الدولية. وقرار 1967 قرار 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في سنة 1967، والقرار 336 الذي جاء فيما بعد في سنة 1973، كل هذه القرارات فتحت المجال لما يمكن اعتباره تسوية القضية الفلسطينية، وهذه التسوية عن طريق رفع شعار الأرض مقابل السلام، أي التنازل عن الأرض مقابل السلام والقبول بحل الدولتين. جرب ذلك الفلسطينيون وثبت الآن بأنه
فاشل. قضينا أزيد من 30 سنة بعد اتفاق أوسلو، لم يتحقق منه أي شيء تقريبا باستثناء التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين العدو الصهيوني. ومدعو اليوم السلطة الفلسطينية في إطار مراجعة الموقف العربي إلى مراجعة وتقييم هذا الاتفاق الذي ثبت بأنه غير ممكن، ليس بإرادة فلسطينية، ولكن تحطم اتفاق أوسلو مباشرة بعد إبرامه، حينما صرح إسحاق رابين في سنة 1996 بأن الجدولة الزمنية ليست مقدسة، وبين الانسحاب من المرحلة ألف والمرحلة باء والمرحلة جيم، هذه ليست عناوين أو تواريخ مقدسة ولكن يمكن تجاوزها. فشلت جميع اتفاقيات، وفشلت مبادرة السلام العربي 2002، وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. فما بقي للمجتمع وللشعب الفلسطيني إلا خيار واحد، وهو الخيار الذي تحررت به جميع شعوب العالم التي كانت تعيش في ظل الاستعمار وفي ظل الاحتلال، وهو خيار المقاومة. فالمقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع أرضه التي احتلت من طرف المحتل الإسرائيلي. الأراضي التي احتلت هي الأراضي الفلسطينية، وهذه التقسيمات ديال 48-67 هي تقسيمات استعمارية. والحقيقة التاريخية هو أن في أرض فلسطين، كل فلسطين هي أرض للشعب الفلسطيني، ينبغي استرجاعها بواسطة القوة، وهذه القوة هي التي تتمثل اليوم في المقاومة. المقاومة ليست مرتبطة بموازين القوى، وهنا أريد أن أفتح قوسا لكي أتوقف عند قصة فرعون مع موسى، وبها أفسر أنه 7 أكتوبر. فرعون طغى في الأرض وعلى وتجبر وامتلك من القوة ما لم تمتلكه، وبنو إسرائيل كانوا فئة ضعيفة، وموسى عليه السلام كان لا يملك إلا عصا، وهذه العصا هي التي قهر بها سحرة فرعون. سحرة فرعون كان هذا غير اليوم الأول، لكن في اليوم الأول التي نجح فيها موسى بقوة الإله العلي القدير أن يحطم سحرة فرعون وأن يحطم يعني ادعاءاته بواسطة العصا البسيطة، في واقع الأمر في ذلك اليوم انهارت سلطة فرعون، وليس بعد الطوفان. يوم 7 أكتوبر انهارت قوة إسرائيل وتحطمت نظرية الردع الاستراتيجي العسكري يوم 7 أكتوبر، وليس فيما سوف يأتي بعدها. يوم 7 أكتوبر في الواقع هو مثل ما حصل مع فرعون في يوم انهيار السحرة أمام العالم. لذلك 7 أكتوبر في الواقع تمثل بداية نهاية هذه الغطرسة القائمة على أساس القوة وابتداء تاريخ جديد. المقاومة فعل مشروع ليس فقط بموجب التاريخ، ولكن أيضا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات وميثاق الأمم المتحدة نفسه، ولا أريد أن أطيل عليكم في عدد القرارات وتواريخها التي تعطي شرعية للمقاومة المسلحة. القانون الدولي أيضا هو إلى جانب الفلسطينيين، ودولة الاحتلال تنتهك أمام أنظار العالم، لكن الموقف العربي يحتاج إلى وقفة حقيقية، وأنا أريد هنا أن أقسم في الموقف العربي. عنوانه الكبير هو العجز، ولكن ينبغي أن نصنف داخل الموقف العربي بين 3 أنواع من المواقف. هناك الموقف المتواطئ، هناك دول عربية تريد للمقاومة أن تنهزم، وقد كشف دينيس روس مبعوث السلام السابق للشرق الأوسط في مقالة طويلة نشرها في فورين أفيرز بأنه على اتصال ب5 دول على الأقل تساند التدخل العسكري وتساند الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد حماس بواسطة إسرائيل بطبيعة الحال. وهناك طبعا ما هو مكشوف ومعروف مواقف بعض الدول داخل مقر الأمم المتحدة، الإدانات التي أدانت في البداية حركة حماس، والمساندة التي ساندت فيها إسرائيل واعتبرت بأن ما تقوم به هو حق
دفاع مشروع عن النفس، وهذا غير صحيح، يمكن أن نعود فيه بعد قليل. لكن الموقف الثاني بالإضافة إلى الموقف المتواطئ، هناك موقف المتفرج. موقف المتفرج الذي ينتظر أن تنتهي الحرب وبعد ذلك يرتب المواقف التي تنسجم مع مصالحه في إطار النظرية الواقعية التي تهيمن على العالم. والموقف الثالث هو في الواقع موقف مبدئي يساند فلسطين بشكل مبدئي، لكنه يقف موقفا عاجزا. إذا نحن أمام ثلاث مواقف، بين المتواطئ والمتفرج والعاجز، حتى ولو له مواقف مبدئية، إضافة إلى بعض الدول التي تقوم بأدوار دبلوماسية لكن ليست مساندة على الأرض، دون أن نغفل طبعا المساندة التي تقوم بها بعض الدول من ناحية السياسية والدبلوماسية والإعلامية، وهذا أمر أيضا مهم ولا ينبغي الاستهانة به. على الأرض في نظري هناك ثلاثة حروب وليست حرب واحدة. الحرب الأولى هي التي انتهت يوم 7 أكتوبر، وهذه تحتاج إلى تفسير خاص، ولكن أهم نتيجة وهو أنها حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وحطمت نظرية الردع والأمن الاستراتيجي والتفوق العسكري وإمكانية أن تدافع إسرائيل عن نفسها. الحرب الثانية وهي الحرب الحقيقية، وهي الحرب العسكرية، أي التي تدور بين جيش الاحتلال وبين المقاومة كمجموعات مسلحة مقاومة غير دولتية. وهذه الحرب في الواقع فيها انتصار على الأقل، حتى إذا لم نقول انتصار للمقاومة، لكن نجحت في إفشال مخططات العدو، ولم ينجح العدو الإسرائيلي في بسط سيطرته على الأرض، وهو يتلقى الخسائر بشكل يومي. والحرب الثالثة في الواقع لا تنتمي إلى عنوان الحروب، هذا عدوان بواسطة سلاح الجو الأمريكي والقنابل الذكية الأمريكية، هي التي تقوم بقصف المدنيين. هذه حرب إبادة حقيقية تستهدف شعبا أعزل، تضرب النساء والأطفال والمستشفيات والأطقم الطبية وقوة الدفاع الإنساني، وتحرم الشعب الفلسطيني من الماء والكهرباء وكافة مقومات الحياة، بالإضافة إلى التحرشات اليومية الموجودة في القدس وفي الضفة الغربية، وهي حرب تستهدف بالفعل الإبادة. لكن أتصور بأنه ما عانه الكثير من الشعوب التي عانت في ظل الاحتلال، حينما أجد صمود الشعب الفلسطيني بالمقارنة مع عدد كبير من الدول، أقول بأنه ما تفكر فيه إسرائيل، سواء الأهداف المرتبطة بالقضاء على المقاومة أو القدرة على تحرير الأسرى بواسطة القوة، أو الأهداف الضمنية التي هي التهجير القسري من الأراضي، سواء من الضفة أو من غزة، وهذا مخطط موجود، هذه كلها أهداف تبدو بعيدة المدى. لا ينبغي أن ننسى بأن هناك شعوب تحررت وفقدت الملايين وليس الآلاف، ولذلك فإن ثمن الحرية هو الاستشهاد، ولا ينبغي أن نستكثر على الحرية هذه الأثمنة. بمعنى آخر، المهم أن يكون الشعب قد قرر أن يتحرر من الاستعمار. في مذبحة سربرينيتشا وسراييفو وغيرها، فقدنا أزيد من 300,000 مواطن بوسني. في جنوب إفريقيا الآلاف، مئات الآلاف من السود الذين ذهبوا ضحية النضال من أجل طرد الحكم العنصري، في الفيتنام، في الجزائر، في المغرب، في غيره. فثمن الحرية ليس ثمنا بسيطا، لكن المهم أن الشعب يقف وراء المقاومة ويدعم المقاومة ويحتضن المقاومة، وهذا ما شهدناه في غزة وما شهدناه في الضفة وما شهدناه في غيرها. لكن المطلوب هو تطوير الموقف العربي، وسوف أختم بهذه النقطة. أريد أن أقول الأنظمة العربية التي ستساند الفلسطينيين هي التي ستستفيد من هذه المساندة وستربح كثيرا من هذه المساندة، والأنظمة العربية التي تخذل الفلسطينيين سوف تخسر كثيرا. لاحظوا أن مجموعة صغيرة في اليمن
أصبحت لها اليوم شعبية كبيرة في العالم العربي. الحوثيون الذين هناك الكثير من الأسئلة حول الوسائل التي وصلوا بها إلى السلطة، لكن اليوم أصبحوا أبطال في نظر العالم العربي لأنهم يساندون الفلسطينيين. فالذين يقدمون لفلسطين الدعم سوف يكون لهم دور كبير، وسيستحقون الاحترام حتى من القوى الكبرى، والذين سوف يخذلون الفلسطينيين سوف تخذلهم شعوبهم أيضا، وسوف يخذلهم العالم، ولن تحترمهم القوى الكبرى. شكرا لك. شكرا جزيلا.